للحديث أكثر عن جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، معنا من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور جاسم الشمري. يعني ماذا تمثل جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء؟ ماذا تمثل للعراقيين؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم جميعا. يعني أعتقد أنها حلقة من حلقات الاغتيال الذي تنفذه القوى الشريرة في العراق منذ يعني عام 2003 وحتى اليوم. لكن بعد مظاهرات تشرين يبدو أن هذه القوى الشريرة أرادت أن تتجه للغدر بشباب العراق الذين خرجوا وهم يبحثون عن وطن، وبالتالي لا أدري كيف يمكن أن نفسر بأن الذين يبحثون عن وطن في بلد يدعي أن نظام الحكم فيه ديمقراطي يقتلون بدم بارد. قتل هذا المتظاهر في البصرة الوزني وغيره العشرات من الناشطين هو يعني جزء من حالة الخراب العامة الموجودة في العراق. الذين قتلوا لا يتجاوز عددهم 70 متظاهرا، لكن حينما نقيس هذا الأمر على مئات الآلاف من العراقيين الذين قتلوا بعد عام 2003 نجد أن هذه الأرقام لا قيمة لها مع اعتزازنا بها، وهي أرقام وهي دماء غالية وثمينة في العراق، لكن نحن نتحدث عن فاتورة الدم في العراق هي فاتورة مرتفعة جدا، ذلك لأن القوى الشريرة الحاكمة والمالكة للسلاح لا يوجد في قاموسها أي قيمة للمواطن العراقي، وبالتالي نجد هذا الاستهتار والاستخفاف بأرواح المدنيين سواء من الناشطين أو من غيرهم من عموم الشهداء. طيب دكتور، الذين قضوا في العراق بعد عام 2003 وحتى اللحظة. دكتور جاسم الشمري، كيف تصف موقف القوات الحكومية عندما تكون فقط يكون دورها فقط هي متابعة ما جرى من جريمة؟ يعني الجريمة ترتكب وهم يتابعونها عبر الكاميرات، أين دور القوات الأمنية؟ حينما نتحدث عن النظام الأمني في العراق نحن نتحدث عن أكثر من مليون فرد أمني، حينما نتحدث عن القوات البرية والجوية والبحرية وقوات التدخل السريع و يعني قوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، هذا نتحدث بالأرقام الرسمية. أما الأرقام الفضائية فربما نتحدث عن 1.5 مليون عنصر أمني في العراق. أين دور هؤلاء الذين تصرف عليهم من موازنة العراق أكثر من 16 مليار دولار سنويا، ومعلوم أن هذه الموازنة تعدل موازنة أكثر من دولتين في المنطقة، وبالتالي الخلل كبير، الخلل في المنظومة الأمنية، لا يوجد متابعة حقيقية في قضية نشر الأمن في عموم البلاد، وذلك لعدم وجود ولاء حقيقي من قبل هذه من قبل غالبية أفراد هذه القوات للعراق، ولا يوجد حرص حقيقي من قبل غالبيتهم على الدم العراقي، وبالتالي ربما نجدهم بعضهم مع الأسف ربما مشاركون في هذه الجرائم وبعضهم متفرجون، وبالتالي هذا ليس دور القوات الأمنية. في الغالب يفترض أن يكون دور القوات الأمنية هو منع الجريمة قبل وقوعها، لا أن يكون مجرد متفرج على الجريمة بعد وقوعها. طيب دكتور أو جاسم، ربما مشاركة في ضرب المتظاهرين أو المعتصمين كما يجري الآن في أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء. في ضوء الخلل في المنظومة الأمنية وعدم وجود ولاء حقيقي مثلما تفضلتم، الكثير من الحكومات طالما أو حكومات ما بعد الاحتلال طالما تتحدث أو ترفع شعارات حصر السلاح بيد الدولة، هل ترى من خلال هذه الجرائم التي ترتكب ضد ناشطين يطالبون بوطن، هل ترى أن هذه الشعارات أصبحت الآن في مهب الريح؟ من يريد يعني من يتمكن اليوم في العراق من يتمكن من حصر السلاح بيد الدولة يمكنه أن يطبق القانون على الجميع، وبالتالي يمكن أن يضع اللبنة الأولى لبناء الدولة. أما أن القوات الشريرة والقوى الشريرة تهدد رئيس الوزراء
ورئيس الوزراء يتفرج على تهديداتهم ولا يحرك ساكنا، فهذا يعني أن الدفة ليست بيد رئيس الوزراء. قبل قليل رئيس الوزراء قال أنه من يقول أن التيار الصدري في لقاء على قناة العهد الفضائية، قال أنه من يقول أن التيار الصدري هو الذي يحرك الحكومة فهو واهم. نحن نقول أن القوى الشريرة والمالكة للمال والسلاح والبرلمانيين هي التي تدير الدولة، ورئيس الحكومة لا يعني مجرد موظف ربما دوره بروتوكولي لا يتعدى هذا الأمر. وبالتالي هنالك قوة كبرى في العراق، ربما 3 أو 4 قوى، وهي في الغالب شيعية، هي التي تحرك المنظومة الحاكمة في العراق، ورئيس الوزراء لا يوجد لديه دور حقيقي وفعلي في هذا الأمر. نعم دكتور جاسم، طالما اتهمت الأحزاب اتهمت المتظاهرين وتظاهراتهم السلمية بأنهم أبناء سفارات، هكذا يصفونهم الآن، يعني بعد أن خرج المتظاهرون مطالبين بحقوق مشروعة يتم تصفيتهم أمام أنظار العالم، ترى ما مدى أو ما قيمة الإدانة من قبل سفارة بريطانيا، سفير بريطاني أو السفير الأمريكي لهذه الجرائم؟ الولايات المتحدة وبريطانيا في مقدمة الدول المسؤولة، مسؤولية قانونية وأخلاقية عما جرى ويجري في العراق. هم قالوا تم احتلال العراق لوجود أسلحة محرمة، ثم بعد ذلك قالوا أن هذه الأسلحة غير موجودة، وعليه هم الذين قلبوا الطاولة في العراق. ألا يفترض بهم أن يعيدوا ترتيب المشهد العراقي؟ لا يمكن في الحالة العراقية أن يعني تنتهي إلا بترتيب دولي عبر إعادة الحالة العراقية إلى الوضع الذي يكون فيه المواطن آمنا على نفسه، ونكون أمام ديمقراطية حقيقية وليس أمام ديمقراطية هجينة ومشوهة. اليوم نحن أمام كذبة الديمقراطية، وعليه يفترض بالولايات المتحدة وبريطانيا والدول الكبرى التي تدعي أنها حريصة على دماء العراقيين أن تسعى لإنهاء الحالة السلبية في العراق كما رتبوا هذه الحالة. هم مسؤولون عن ترتيب الحالة في العراق، وكل من يعني يعرف الملف العراقي يعلم جيدا أن هؤلاء لن ولن يصلوا للحكم لولا يعني الإرادة الدولية، وعليه هذه البيانات هي بيانات ضمن مسلسل خداع للرأي العام، ولا أعتقد أنها باتت تنطلي على العراقيين. كل من يعارض الحالة السلبية اليوم مع الأسف يتهم بالإرهاب، سواء من الإعلاميين أو من الناشطين، ويتهم أنه ممول من الخارج، وكل هذه هي من أجل استمرار بقاء الأشرار في الحكم. وهذا أعتقد هذا الحال وهذا هذا الملف أعتقد أنه انتهى، وبالتالي يفترض أن نتكاتف جميعا من أجل أن ننهي الحالة السلبية وأن نوصل العراق إلى الضفة الآمنة بعيدا عن هؤلاء القتلة والمجرمين، وأن نحقق في العراق عملية سياسية آمنة لا يشترك فيها القتلة والمجرمين. أما أن تبقى الحالة السلبية وهذه الدولة أو تلك تحاول أن تبرر أو تستنكر الإجرام، فأعتقد أنهم يعني يعلمون جيدا أنهم يعني لا يقولون حقيقة، لأنهم يعلمون أن الحالة في العراق بحاجة إلى علاج، لكن يبدو أن الإرادة الدولية حتى الآن لا تريد تغيير حالة عراقية، وبالتالي يفترض على بالعراقيين أن يتكاتفوا في ثورة شعبية من أجل أن يجبر العالم على الوقوف معهم. أما بقاء الحال على ما هو عليه، فأعتقد أننا في كل يوم سنضحي بثلة جديدة من شباب العراق، وهذا الأمر بالنتيجة لن يعود بالخير على الوطن، وعليه يفترض أن تكون هنالك هبة واحدة من أجل تخليص العراق من الحالة قائمة، وإلا فإن المسلسل طويل ولا يمكن أن ينتهي بمجرد بيانات أو شعارات غير فاعلة. من اسطنبول دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.